مرحبا بكم أعزائي المتعلمين. في هذا الشريط سنجيب عن الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2016، مسلك علوم الحياة والأرض. كذلك هذا التمرين يعني يمكن أن تشتغل عليه المسالك الأخرى، ومنها مسلك العلوم الفيزيائية. هذا التمرين خاص بالمكون الثاني، الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني، خاص بالوحدة المعنونة باستهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. أقرأ نص هذا التمرين: لدراسة بعض جوانب آلية التقلص العضلي وتحديد دور أيونات الكالسيوم سي أو دو بلس في هذا التقلص، نقدم المعطيات الآتية. المعطى الأول: بعد عزل ألياف عضلية من عضلة هيكلية مخططة ثم وضعها في وسط يحتوي على أيونات الكالسيوم المشع Ca2+ ووزعت إلى مجموعتين 1 و2 باستعمال تقنية خاصة، ثم تثبيت ألياف المجموعة 1 أثناء مرحلة الارتخاء وتثبيت ألياف المجموعة 2 أثناء مرحلة التقلص. بعد ذلك تم تحديد موضع الإشعاع داخل الألياف العضلية للمجموعتين بواسطة تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي. يقدم شكل الوثيقة 1 رسوما تفسيرية للنتائج المحصل عليها عند ألياف المجموعة 1 الشكل ألف وعند ألياف المجموعة 2. إذن ألياف المجموعة 1 وضعت في وسط به ماذا؟ به أيونات الكالسيوم. هذه الألياف تم تثبيتها أثناء مرحلة الارتخاء، والألياف شكل باء تم تثبيتها أثناء مرحلة التقلص. إذن الوثيقة كما قلت تشير إلى ماذا؟ إلى مجموعة من الألياف العضلية في مرحلة الارتخاء. هذه البنية تشير إلى ماذا؟ إلى الشبكة السركوبلازمية، وهذه البنية تشير إلى ماذا؟ إلى السركومير المكون من خويطات الميوزين وخويطات الأكتين. هذه يعني العلامات وهذه الرموز النجوم تشير إلى ماذا؟ إلى الإشعاع، إشعاع أو ظهور أيونات الكالسيوم. السؤال الأول: قارن توزيع الإشعاع داخل ألياف المجموعتين 1 و2، ثم استخرج منحى انتقال أيونات الكالسيوم عند مرور الليف العضلي من حالة الارتخاء شكل ألف إلى حالة التقلص الشكل باء. المعطى الثاني: مكنت مجموعة من الدراسات البيوكيميائية والملاحظة الدقيقة لخويطات الأكتين والميوزين داخل ألياف عضلية في حالة وجود وفي حالة غياب أيونات الكالسيوم من بناء النموذج التفسيري المبين في الوثيقة 2. هذه الوثيقة. ثانيا السؤال الثاني: الاعتماد على الوثيقة 2، بين كيفية تدخل أيونات الكالسيوم في حدوث تقلص الليف العضلي. المعطى الثالث: للحصول على الطاقة اللازمة لتقلصه يعمل الليف العضلي على حلمأة كمية كبيرة من جزيئات الأتيبي. لتحديد بعض الشروط الضرورية لحلمأة هذه الجزيئات نقدم المعطيات التجريبية الممثلة في الوثيقة الثالثة. إذن الوثيقة الثالثة تشير إلى ثلاث أوساط: في كل وسط وضعت مجموعة من ماذا؟ من عناصر. هذه العناصر فهي تتدخل في آلية التقلص العضلي. في الوسط الأول يعني وضعت فيه خويطات الميوزين وأضيف لها خويطات الأكتين وجزيئات الأتيبي والكالسيوم، وتم تسجيل النتائج يعني في نهاية التجربة، حيث تم يعني إيجاد مركبات أو تشكل لمركبات الأكتوميوزين، تواجد لأيونات الكالسيوم وكمية كبيرة من الأتيبي والبي. في الوسط الثاني وضعت فيه فقط خويطات الأكتين والأتيبي وأيونات الكالسيوم. في نهاية التجربة يعني لم يحدث أي تغيير، حصلنا على نفس المكونات. في الوسط الثالث وضعت خويطات الميوزين أضيف لها الأتيبي والكالسيوم. في نهاية التجربة يعني وجدت نفس العناصر مع يعني وجود كمية ضعيفة من الأتيبي والبي. السؤال الثالث: باستغلالك معطيات الوثيقة الثلاثة، فسر الاختلاف الملاحظ في حلمأة الأتيبي بالنسبة لمختلف الأوساط. السؤال الرابع: اعتمادا على المعطيات السابقة وعلى مكتسباتك، لخص تسلسل الأحداث المؤدية إلى تقلص العضلة إثر إهاجتها. نبدأ بالإجابة عن السؤال الأول: قارن توزيع الإشعاع داخل ألياف المجموعتين 1 و2، ثم استخرج منحى انتقال أيونات الكالسيوم عند المرور من الليف العضلي
من حالة الارتخاء الشكل أليف إلى حالة التقلص. إذن كما تلاحظون فالسؤال في شقين، المقارنة واستخراج منحى انتقال أيونات الكالسيوم. إذن في المقارنة ضروري من ماذا؟ ضروري من مقارنة بين يعني الوسطين وبين الشكلين، الشكل أليف والشكل باء. إذن يلاحظ إذن بالنسبة للوسط الأول ماذا؟ إذن بالنسبة للوسط أو بالنسبة للشكل أليف يلاحظ أن نسبة الإشعاع، إشعاع أيونات الكالسيوم مرتفعة في هذه المنطقة في الشبكة الساركوبلازمية بالمقارنة مع الساركومير، بالمقارنة مع هذه المنطقة التي نسميها بسيتوبلازم الخلية العضلية، بالمقارنة مع الشبكة الساركوبلازمية. بينما بالنسبة للشكل باء نسبة الإشعاع مرتفعة في الساركوبلازم، لاحظوا الإشعاع مرتفع في الساركوبلازم بالمقارنة مع الشبكة الساركوبلازمية. إذن أثناء الارتخاء يكون يعني تركيز أيونات الكالسيوم جد مرتفع في الشبكة الساركوبلازمية، وأثناء التقلص يكون ارتفاع أيونات الكالسيوم كبيرا جدا في الشبكة في الساركوبلازم. إذن يمكن إذن نستنتج بأن منحى انتقال أيونات الكالسيوم هو من الشبكة الساركوبلازمية باتجاه الساركوبلازم. إذن عند المرور من حالة الارتخاء إلى حالة التقلص تنتقل أيونات الكالسيوم من الشبكة الساركوبلازمية نحو الساركوبلازم. الآن نمر إلى السؤال الثاني ونعيد قراءة المعطيات. إذن المعطى الثاني، مكنت مجموعة من الدراسات البيوكيميائية والملاحظة الدقيقة لخويطات الأكتين والميوزين داخل ألياف عضلية في حالة وجود وفي حالة غياب أيونات الكالسيوم من بناء النموذج التفسيري المبين في الوثيقة 2. السؤال، بالاعتماد على الوثيقة 2 بين كيفية تدخل أيونات الكالسيوم في حدوث تقلص الليف العضلي. إذن السؤال كذلك في شقين، سؤال الاعتماد على معطيات الوثيقة وكذلك تبيان كيفية تدخل أيونات الكالسيوم. إذن بالاعتماد على معطيات الوثيقة ضرور ماذا؟ من التعليق على الوثيقة. إذن قبل التقلص لاحظوا إذن هذه هذا الرسم يشير إلى بنية يعني الخويطات يعني العضلية قبل التقلص وبعد التقلص. إذن قبل التقلص يلاحظوا ماذا؟ أن مواقع تثبيت يعني خويطات أو رؤوس الميوزين محجبة. إذن محجبة عن طريق ماذا؟ عن طريق خويات التروبو، عن طريق خويات التروبوميوزين، إذن بتواجد طبعا خويات التروبونين. بينما بعد التقلص العضلي يلاحظ ماذا؟ يلاحظ يعني تحرير مواقع ارتباط رؤوس الميوزين بالأكتين وتدخل كذلك أيونات الكالسيوم. إذن قبل التقلص العضلي حجب مواقع ارتباط رؤوس الميوزين بالأكتين، وبعد التقلص العضلي تحرير مواقع ارتباط رؤوس الميوزين بالأكتين. إذن هنا أجبنا على ماذا؟ الشق الأول في السؤال هو يعني الاعتماد على الوثيقة وتحليل الوثيقة أو التعليق في هذه الحالة على الوثيقة. الآن نبين كيفية تدخل أيونات الكالسيوم في حدوث التقلص العضلي. إذن أيونات الكالسيوم أولا تطرح يعني عن طريق ماذا؟ عن طريق الشبكة الساركوبلازمية. إذن بعد تحريرها ترتبط بخويط خويطات التروبونين فتقوم ب يعني تحريرها وأيضا تحرير مواقع ارتباط رؤوس الميوزين بالأكتين، ثم تتكون قناطر الأكتوميوزين مما يتسبب يعني في حدوث التقلص العضلي، تقلص الليف بعد ذلك. إذن هنا في الوثيقة يعني المراحل يعني اللاحقة في حدوث يعني انزلاق خويطات يعني الأكتين نحو مركز الساركومير، تلك المراحل يعني غير مطلوبة منا في السؤال، وإنما مطلوب منا فقط يعني الإشارة إلى كيفية تدخل أيونات الكالسيوم في حدوث التقلص العضلي. إذن تكون قناطر الأكتوميوزين ونتوقف في هذه المرحلة. نمر الآن للمعطى الثالث والسؤال الموالي. إذن المعطى الثالث يقول، للحصول على الطاقة اللازمة لتقلصه يعمل الليف العضلي على حلمة كمية كبيرة من جزيئات الأطيب. لتحديد بعض الشروط الضرورية لحلمة هذه الجزيئات نقدم المعطيات التجريبية الممثلة في الوثيقة الثالثة. إذن الوثيقة الثالثة تشير إلى ثلاث أوساط تختلف ظروفها التجريبية وأيضا النتائج المحصل عليها. السؤال يقول، باستغلالك لمعطيات هذه الوثيقة فسر الاختلاف الملاحظ في حلمات الـ ATP بالنسبة لمختلف الأوساط. إذن السؤال كذلك فيه شقين،
باستغلالك معطيات الوثيقة وكذلك تفسير الاختلاف الملاحظ. نبدأ باستغلال معطيات الوثيقة. إذن هنا استغلال معطيات الوثيقة يقصد به ماذا؟ يقصد به تحليل هذه المعطيات. إذن في التحليل سنقوم بمجموعة من الملاحظات لكي نقتصر أو يعني ندقق في الإجابة. إذن يلاحظ بالنسبة للوسط الأول تكون ماذا؟ مركبات الأكتوميوزين بالإضافة إلى تحليل كمية كبيرة من الـ ADP والـ P. هذه الكمية الكبيرة التي سيتم تحليلها طبعا ستكون ناتجة عن ماذا؟ عن حلمات جزيئات الـ ADP. إذن سيكون هناك حلمة لكمية كبيرة من الـ ADP. إذن في الوسط الأول تكون مركب الأكتوميوزين وحلمة كمية كبيرة من الـ ADP. بالنسبة للوسط الثاني لاحظ عدم حدوث ماذا؟ أي تغيير. بينما في الوسط الثالث يلاحظ ماذا؟ يعني حلمة كمية قليلة من ADP و يعني ظهور كمية ضعيفة من ADP و ADP داخل الوسط. الآن نفسر يعني الاختلاف الملاحظ بين هذه الأوساط ونفسر كل نتيجة على حدة. بالنسبة للوسط الأول يفسر حلمة كمية كبيرة من ADP باستهلاك هذه الجزيئات عن طريق ماذا؟ استهلاكها من طرف رؤوس الميوزين بعد تكون مركبات الأكتوميوزين. إذا تكون مركب الأكتوميوزين ودوران رؤوس الميوزين المستهلك للأتب. بالنسبة للوسط الثاني عدم حدوث أي تغيير نظرا لغياب العناصر أو جميع العناصر اللازمة للتقلص العضلي، وهذه العناصر هي خويطات الأكتين ATP والكالسيوم بالإضافة إلى خويطات الميوزين. بالنسبة للوسط الثالث يفسر حلمة كمية ضعيفة من الـ ATP يعني ارتباط يعني جزء من الـ ATP موضوعة في الوسط برؤوس الميوزين، وبالتالي سيكون هناك حلمة لكمية ضعيفة من الـ ATP. إذن يفسر ذلك بارتباط عدد قليل من الـ ATP برؤوس الميوزين. الآن نمر إلى السؤال الرابع. اعتمادا على المعطيات السابقة وعلى مكتسباتك لخص تسلسل الأحداث المؤدية إلى تقلص العضلة إثر إهاجتها. السؤال كذلك فيه شقين، سؤال اعتمادا على المعطيات السابقة وتلخيص تسلسل الأحداث المؤدية إلى تقلص العضلة إثر إهاجتها. إذن في الاعتماد على المعطيات السابقة إذن سنشير إلى يعني كل وثيقة أخذنا منها ماذا؟ أخذنا منها معطى أو مرحلة معينة تؤدي إلى حدوث التقلص العضلي. إذن نبدأ بالمرحلة الأولى في التقلص العضلي وهي ماذا؟ وهي تنبيه العضلة. إذن يؤدي تنبيه العضلة إلى تحرير أيونات الكالسيوم من الشبكة الساركوبلازمية نحو الساركوبلازم. إذن هذا المعطى أين أخذناه؟ أخذناه من يعني بالاعتماد على مكتسباتنا القبلية وكذلك من الوثيقة الأولى. إذن كما تبين الوثيقة، إذن في التمرين أو في الإجابة في ورقة التحرير سنكتب بهذه الطريقة. إذن كما تبين الوثيقة الأولى، إذن المرحلة الأولى هي تنبيه العضلة ثم تحريرها لأيونات الكالسيوم من الشبكة الساركوبلازمية نحو الساركوبلازم. كذلك إذا بعد تحرير أيونات الكالسيوم من الشبكة الساركوبلازمية نحو الساركوبلازم سترتبط هذه الأيونات بخويطات التروبونين مما يؤدي لإزاحة خويطات التروبونين عن الأكتين. هذا المعطى تم يعني ذكره في الوثيقة 2، إذا كما تبين الوثيقة 2. إذا سنكتب هذا المعطى كما تبين وثيقة 2 لكي يعني يتبين المصحح بأننا اعتمدنا على ماذا؟ على معطيات السابقة الوريدة في التمرين على ترقيم الوثائق. مفهوم؟ إذن كذلك تحرير مواقع، بعد ذلك تحرير مواقع ارتباط رؤوس الميوزين بالأكتين. هذين المعطيين موجودين أو تم إشارة إليهما في الوثيقة 2. إذن تم الإشارة إليهما في الوثيقة في هذه الوثيقة. الآن نمر يعني نستعين بمعطيات الوثيقة، يعني هذه الوثيقة الثالثة. إذن بعد ذلك، إذن بعد ارتباط أو تثبيت يعني أيونات الكالسيوم برؤوس بخويطات التروبونين، سوف يكون هناك تحرير لمواقع ارتباط رؤوس الميوزين بالأكتين كما قلنا، ثم تكون مركبات الأكتوميوزين. تكون مركبات الأكتوميوزين كما تبين ماذا؟ الوثيقة 3. إذن في الأوساط الثلاثة لاحظنا تكون مركبات الأكتوميوزين خصوصا في الوسط
الأول، إذا بعد تكون مركبة الأكتوميوزين سيكون هناك حل مائي لجزيئات الـ ATP بعد ارتباطها برؤوس الميوزين وتحرير الطاقة اللازمة لدوران رؤوس الميوزين به الأكتين، ثم تحرير خويطات الأكتين نحو مركز السركومير مما يؤدي للتقلص العضلي. إذا هذه المعطيات الثالثة استخرجناها بالاعتماد على الوثيقة ماذا؟ الوثيقة 3. إذا ضروري من الإشارة إلى الوثيقة التي أخذنا منها هذه المعطيات.